اخويا الاس اسطوره اليوتيوب بيمسي عليكم قلبي يا جدعان. ده بيسو توينز اللي جاي هو اخوه هيولعوا الدنيا اخواتي الصغيرين. اخويا الاس رقم واحد ما بيشغلوش ولا واحد حبايبي بيسو اليوتيوب. وبداية فيديو جديد. في الفيديو بتاع النهاردة احنا لقينا المهرج فطوطة، بس للأسف المهرج فطوطة جايب معاه واحدة زي ما انتوا شايفين. بقول له مين دي يا مهرج؟ بيقول لي دي مراتي، هتجوزوني يا هسيبكم وهمشي ومش هاجي معاكم خالص. المفروض يا جدعان ان المهرج فطوطة اهو اللي انت بتعمله ده بقى. يا عم ايه مين دي؟ قول لي دي مين؟ مراتك؟ كتبتوا الكتاب يعني وهتتجوزوا؟ مراتك يعني؟ طب يا جدعان المفروض ان دي مراته. المفروض يا جدعان دي مراته. فاسيب لكم لقطه سينماتيكيه لاجمل عرسان في مصر كلها. كده المفروض ان دول اجمل عرسان في مصر كلها. طب يا جدعان المفروض ان احنا هنخش بالحلال. المفروض يا جدعان فطوطة جه قال لي انا عايز اعمل فرح، فقلت له عينيا يا فطوطة هنعمل لك احلى فرح. قبل ما نخش بقى في فكرة الفيديو ونعمل الفرح، لو انتوا بس مش مشتركين في القناة اعملوا سبسكرايب للقناة ولايك للفيديو ده، عايزين نوصل الفيديو ده لأكبر عدد من اللايكات. ومعايا يا جدعان بقى احمد اخويا زي ما انتوا شايفين لسه في حالته، يا ريت كلنا ندعي له، لسه فاقد الذاكره وحاول لك محاولات كتير نقول له انت مين يا ابني. مين المهرج؟ اهو فطوطه. قوم بقى عشان هنعمل الفرح. طب يا جدعان مش عارف والله العظيم، انا حاسس ان انا بقيت في مستشفى المجانين. والمفروض ان احنا معانا في الفيديو بتاع النهارده المعازيم بتاعه الفرح. تعالوا خش هنا بس على الناس ما تتكسفوش، النهارده عندنا فرح لازم نرقص ابو. يلا يا مهرج يلا يا مهرج. اسمع مهرج، مراتك جامده، مراتك جامده، مراتك جامده ولا لا يا اولاد؟ جامده ولا لا؟ يعني يا ريت كلنا في الكومنتات نقول للمهرج فطوطة ألف مليون مبروك. يا رجالة المفروض إن إحنا لسه في أول الفرح، ده لسه هنجيب لهم التورتة ولسه هنجيب لهم الحاجة ساعة ونروح عليهم دلوقتي. يلا بصوا يا جدعان، يعني أحمد أخويا عايش في الدنيا، أنت ساكت وامسك مراتك كده. هو بص اسمع اسمع، ده دلوقتي بقى مجنون فاقد الذاكرة. يلا بس كده استنى اصبر، انت عايزين لقطه اليوم هما بيهزوا بس هما الاثنين بس. عز يا مراتي انت مكسوفه ليه؟ احلى فرح، احلى فرح على اليوتيوب كله، فرح المهرج المجنون. تحب بس اسالك كم سؤال؟ مراتك دي عندك كم سؤال؟
ايه؟ سنتين اكبر منك؟ انا كده انت هتعملوا ايه النهارده؟ هتعملوا ايه؟ انا كده انت صغير. انا صغير؟ انا صغير. قول لي بس هتعملوا ايه يا عم؟ انا انت صغير. طب خدها اقول لك حاجه، اقول لك حاجه بعيد عنها بس بعد اذنك يا عروسه. واقول لك هتعمل معايا الحق 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 ايه بره بره يلا. وانتوا عملتوا حاجه لسه؟ لا لسه انتوا ما عملناش يا جدعان. يعني انا دلوقتي انا كنت غلطان ان انا هروح اجيب لهم تورته وحاجه ساقعه عشان نفرق على المعازيم. بصوا يديكوا المعازيم تبقى واحده زعلانه. لا يلا بس على بكره بكره تعالى. هتعملوا ايه؟ مجنون اهو. عايزين نمشي وهتعملوا ايه؟ انت صغير يا ابو سعدان. والله انا حاسس ان انا بقيت في مستشفى المجانين. بص ده عمال يعمل ازاي؟ والتاني جايب لي عروسه وعمالين اللي يطلعوا بره. طب دي اتقرب يا يوسف. هتعملوا ايه؟ مالك بقى وانت بقى؟ قول لي بس. مالك بقى؟ هسألها على حاجة ينفع؟ لا. النبي النبي. طب هسلم عليها. طيب يا عم هسلم عليها. سلمي على عروس. سلمي على اهل. سلمي على بتحبني. طبله كده مع السقفه كده ومراته بتهز كده. عايزين نشوف مراتك وهي بتهز. يلا بس هي مراته وسطها سايبه. يلا سقفوا يا رجاله. طبعا يا جدعان يارب كلنا نبارك في الكومنتات. المهرج فطوطه النهارده فرح. بقول لك ايه، انتوا هتخلفوا كام عيل بقى؟ عايز اعرف برضو، لازم نعرف شويه تفاصيل. قول لي هتسمي اسمك، ابنك اسمه ايه؟ و... تعالى يا عروسه تعالى. خش عليا. خش خش. انت خارج مش هتعرف تعمل حاجه. يلا يلا يلا. ايه؟ ليه يا عم؟ لا يا عم احنا العب بس معاكم النهارده. لا الحق يا حبيبي. الحق يا حبيبي. عم بقى معاكم النهارده. ده بص 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 هفهمك حاجه. هفهمك حاجه. فقد الذاكره. اسمع، ده فقد الذاكره. ده مجنون دلوقتي. ده ما بقاش في حالته الطبيعيه. ده ما بقاش في حالته. يا غرابي يا غرابي. يهدم مراتك يا مهرج. وده يهدم مراتك. انا لو منك تطلق. لو منك تطلق. طلقها. ارمي على الطلاق وطلقها. هو ده مجنون دلوقتي. ده مجنون. ده مجنون. خلاص ايه يا عم؟ طب هسألك. قرب يا يوسف. رد بس عليا. اسألك سؤال. اسألك سؤال. هتسمي اسم يعني تسمي ابنك اسمه لما تتكلف يعني؟ محمد واحمد وابراهيم. يلا يا حبيبي برضه. طب ما يقول للناس يعمل لايك للفيديو. لايك للفيديو. الفيديو ده يوصل كام عشان خاطر فرح المهرج فطوطة؟ 100,000 لايك عشان خاطر المهرج فطوطة. يا جدعان مين في اليوتيوب بيدلعكوا كده؟ مين في اليوتيوب بيعمل الحاجات الحلوه دي وبيسق وبيمسكوا بيحب يتفرج عليكوا؟ بص انا عايزك توجه كلمه للفانز اللي بتتفرج. انا طبعا بحب كل اللي بيتفرجوا عليا. النهارده عندي الفيديو ده يوصل 100,000 لايك. عليها الزمون. عليها الزمون. يا مكفايه كده. متشكرين ليكم.
وعايزينك تتابعونا في فيديوهات جديده. متشكرين. طب يا جدعان تعالى بقى كده، النهارده انا هقفل الفيديو ده على قد كده. المفروض يا جدعان ان احنا هنراقبهم الفيديو الجاي، انتظروا الفيديو الجاي يا جدعان، هنراقبهم هنشوفهم ليله الدخله بيعملوا ايه. المفروض يا جدعان ان احنا نقفل. بصوا بصوا يا جدعان، بصوا يا جدعان، بصوا ان احنا هنقفل الفيديو ده على قد كده. اهم حاجه تعملوا لايك للفيديو ده، عايزين يا جدعان نوصل الفيديو ده لاكبر عدد من اللايكات. الفيديو ده يا جدعان يوصل لاكبر عدد من اللايكات. المفروض يا جدعان ان احمد اخويا اهو، حاول يا ابني اخويا يا ابني، انت مش فاكرني يا ابني؟ ده انا قلت يا جدعان لما اشوف المهرج ويخش في المود معايا اكيد يعني هيرجع لوعي. انا مين طيب؟ انا مين؟ المفروض ان هما شكلهم بيخططوا هيعملوا ايه في ليله الدخله. بص يا جدعان، ايه دي الام يا جدعان؟ ايه يا مهرج بتعملوا ايه؟ طب اصبروا اما نمشي يا عم. عيب كده يا عم، عيب هتعمل كده قدام المعازيم. انت بتكرشني بتكرشني يا عم. لا يعني كتير لي انا بسمعك النهارده. لا طيب يا جدعان احنا دلوقتي خليكم شاهدين. يلا انا بسمعك. يلا بتكرشنا يعني. تعالوا يا رجاله متشكرين، بس خليكم يا جدعان ان شاهدين ان المهرج اللي كراشه. تعالى هناك. طب مش هتقفل الباب يا مهرج؟ طب يا جدعان المفروض ان المهرج قرشنا، المفروض ان المهرج في الشقه دي زي ما انتم شايفين. المفروض ان احنا ننتظروا الفيديو الجاي، هنطلع فوق فوق مش هنعمل اي صوت نهائي، وهنراقبه ونشوفه هيعمل ايه في ليله الدخله. فاحنا نقفل الفيديو ده على قد كده. اهم حاجه تعملوا لايك للفيديو ده وشاروا الفيديوهات دي في كل مكان، ويا ريت كلنا نبارك للمهرج فطوطه تحت في الكومنتات. كلكم نهايه الفيديو، انتظروا الفيديو الجاي واحنا بنراقبه هنشوفهم بيعملوا ايه في ليله الدخله.